لما بفضى لازم اجي انزل بحر هنا وناكل زي ما انت شايف كده. يعني من فتره للتانيه لازم اجي هنا. باجي اكل كل شهر هنا. كل ما باجي ازور السيده او اجي اشتري حاجات من السوق هنا لازم اعدي اكل هنا. انا بحب اجي اكل هنا كل 5 شهور كده. باكل كل اسبوع مره او مرتين. حاليا كان اول مره اجي هنا. كل ما تطلب معايا ان انا اكل انواع الاكل ده يبقى من هنا من بحري. كل ما بنزل وسط البلد عامه انا باجي اقعد هنا. اكتر اكله بحبها مشكل حلو قوي ما شاء الله يعني، والكبده حلوه قوي. الكوارع، لحمه الراس، الشوربه بتاعتهم جميله. اكتر اكله بتعجبني السمين المشكل بتاعهم. كل حاجه هنا حلوه بس انا بجيب المشكل، بيبقى طعمه حلو قوي. كل حاجه انا كويسه، انا باخد مشكل على طول في كل حاجه كويسه. مميز المكان ده اللي هو قديم قوي. الاكل اطعم هنا كتير قوي عن بره، معروف من زمان بحري. انا دايما باجي هنا من صغري. تقدر تقول طريقه التحضير، النظافه، المعامله، يعني حد نضيف وكويس وتمام ومعروف طبعا، اي حد بيجي ياكل عندي. زمان كنت بصور فيلم اسمه طابونة حمزة، وكنا معظم التصوير كان في مناطق زي الحلمية وسيدة زينب وكده، والمخرج كان الأستاذ أحمد ياسين الله يرحمه، من أجمل المخرجين مصر، وقلبوزة بيضة كميلة كده، وكان يعشق الأكل عشق فظيع، وهو اللي حببنا يمكن كلنا في الأكل يعني. أول مرة بقى أتعرف على لحمة الراس والكوارع والبتاع كان من أحمد ياسين ده. ليه؟ كنا بنصور في الترب، فطبعاً إحنا مش على بالنا خالص إنه المرحوم سمير عبد العظيم منتج الفيلم هيجيب لنا بريك في الترب، يعني قلنا ما نخلص ونروح. لقيت قول من الناس الجميلة لابسين أبيض كده وداخلين ورا بعض جوه الترب، شايلين حلل وصواني، ومنهم حلة بتقلقز كده على دماغ الراجل. فقلت لأحمد إيه ده؟ قال لي دي شوربة كوارع. قلت له في الترب؟ قال لي في أي حتة، لحمة الراس والكوارع والفتة ما انتهينا، ما لهاش حل يعني. وأول مرة بقى أشوف وإحنا قاعدين في الترب بيغرف لنا الشوربة من الحلة والصينية بقى. منين ده يا عم احمد؟ قال لي من عند يعني عم عموم النصريه الحاج بحة. ازيك حاج بحة؟ الحمد لله. معلم كبير قوي وعمده المصامت في مصر يعني، ومحمود ابنه. الله. انا الحقيقه مش شاطره قوي في لحمه الراس، فهتعلموني ايه الحكايه. انما اللي انا عايزه اقوله لك انه زي ما في شعوب عندها اكلات مشهوره بيها، وزي ما احنا بنحب قوي الحاجات بتاعه الخواجه، الهمبرجر والمش فاهم مين، لكن احنا عندنا اصناف صعب قوي تكون موجوده في بلاد تانية كتير. أيوه. يعني يمكن احنا والتراكم فعلا. مش كده؟ بالذات منطقه سيدنا زينب، بالذات كل حسين، سيدنا الحسين، تاكلي اكل محمر من بار وطحال وفشه ولسان والكلام ده 100 100، احلى من الكباب. نظافه. طب الاول بقى قول لي الاول، احنا انت بتتعامل مع الراس العجل. ايوه. طيب انا ما بفهمش، انا عارفه الفشه وعارفه الكرشه اللي بالدمعه والحمص. وفي الطحال. الطحال يعني يعتبر اشهر حاجه عندنا ومطلوبه جدا. ليه بقى؟ ايه فايده الطحال؟ هقول لحضرتك، الطحال والكبده يعني يعتبر فيهم الدم جامد، تجمعات دموية. الطحال معظم أكله بيدي البني آدم دم كتير، لأنه هو دم. يقول لك يزود الدموية زي كده، بيجي الدم. حتى هما يعني مرضى الفيروس الكبد الوبائي. والكبد برضو، الكبد بتعالج الأنيميا. الكبد والكبد والطحال. نقص المناعة. كان الله يرحمه سيد بدير الله يرحمه، كان يجي هو وشيفا فاضل عربيه سيدو بيكر كل يوم. كان يجي اخ الله يرحمه، عارفه يعني، يقول له يا سادات الطحال، يجي له طحال ني كده يعني مسلوق، بكام ده يا سيد؟ يقول له بربع جنيه. يقول له كل يوم بربع جنيه ما بينزلش؟ يقول له لا ده بيزيد كمان. وبعدين راح ماسك جلابيتي، ماسح ايده
من الطحال. قلت له ايه ده؟ كنت خلبان وعاجل بقى. قال لي ايه؟ قلت انت الاكل اللي انت بتاكله ده من فلوسنا. قلت له هنخش سيما بثلاث ساعة. اه والله. والاستاذ كمال الطويل برضه يعني على طول يجي وياكل طحال الله يرحمه. طيب طحال وفشه وكرشه وممبار وممبار وكبده وكبده. الجوهره ايه؟ الجوهره الجوهره دي العين. العين العين. طب العين في عينة هنا؟ لا انا ما بتاكلش جوهره. مفيش. هنا دي عند حضرتك دي النيفه. ايه دي بقى؟ نيفه لحم ماعز وفي الفرن. دي نيفه. انا قلت برضو اللي عليها شويه حركات دي واللي نيفه صلصه. اهم شيء الحركات. لو النبي والله. يا نهار انت عارف الارض الفلفل يا ساتر. ده اسمها السمين والنيفه. يعني حضرتك يعني وجبه تعتبر متكامله الاركان الغذائيه. يعني فيها جميع الفيتامينات. النيفه لسه عليها طلب زي زمان؟ طبعا. وما يجوش الا الممثلين ياكلوها. نص كيلو كيلو 2 كيلو ياخدهم على البيت. غاليه يعني زي الكباب. وفي ناس تيجي مثلا يبقى عامل حسابه ان هو ياكل ويمشي وجسن جاي من مشوار. فهو كل وشبع بس هو عايز تاني. بس شبع يعمل لي اوردر اخده معايا. السيده من اللي طلب اخده البيت مره من سنه يعني اتصل بينا بالتليفون تليفون ارضي. رديت عليه قلت له ايوه. قال لي انت مين؟ قلت له انت لمين؟ انا مامور اسمي سيد. قلت له نعم. قال لي عايز اكل سمين هبعت المخبر. ما خدتش منه فلوس مش هاخد. بصراحه بعت المخبر وضبت له وخدت منه يعني. اتصل بيه قلت له قال لي تصدق وتؤمن بالله انا عندي 51 سنه متربي في الازهر عمري ما اكلت سمين زي الاكل ده. انت احكي لي بقى يا حاج بحة انت ابتديت ازاي؟ انت قصه كفاح رائعه والناس الشعبيين يحبوا قوي او المصريين عموما دلوقتي بقى هم بيحبوا يعرفوا قوي كل واحد بنى شغله ازاي. المحل بتاعنا ده بقى له 81 سنه ما شاء الله. قبل ما يتولد انا عندي 74 سنه. الحمد لله ربنا يديك الصحه. الله يخليك. كان ابويا اول واحد فتح في السيده زينب. كنا بنبيع لمؤاخذة بفلوس مش فلوس بقشرين ساغ وبثلاث ساغ وبشيرين والكلام ده. النهارده لمؤاخذة أقل سكون بياكل بخمسة جنيه. رغيف كده وياكله. الحاج محتفظ بجنيه ذهب مديهوله الملك فاروق. كان عمر الحاج حوالي 10 سنين أو 11 سنة. كان معدي من دينا وخد منبار من جدي وإدى للحاج جنيه ذهب محتفظ بيه لغاية دلوقتي. بيلم عشان ما حدش يعني. وهو ده الوحش. قلت له ابويا كنت صغير واقفين على كراسي. قلت له ابو الملك فاروق اهو. قال لي اسكت لا اضربوك بالنار. وراح عامل لي كده. كنت غلبان. قلت له انت مش شايف البلمة هنوطي لك. مات من الضحك ويعمل كده. وراح عامل اللي معاه فتح علبه قطيفه قطيفه حقيقي مش اونطه يعني. وراح فتح راح مديني جنيه. جنيه من الدنيا جنيه. انت ماشي قلت له ده جنيه يابا عارف انا يعني. قال لي هات اللي لك ايه تاخد منه انت. ضحك يعني حطه في ليه ما ضيع يعني انت يا حاج؟ انا ان شاء الله هورثه من الحاج هاخده منه. انا بقول له على الهوا انا هاخد منك الجنيه ده. محمود هياخد منك الجنيه الذهب اللي اداهولك الملك فاروق. خلاص يا ريت يعني. عارف مكانه. عارف انت مكانه؟ عارف انا عارف مكانه. ايوه انت يعني انت دلوقتي ورثت المحل عن الوالد. ايوه بصي لمؤاخذة عبد العزيز محمود عبد الغني السيد محمد عبد المنطلب الله يرحمه رحمه الله عليه السيد الرئيس محمد انور السادات وكانوا بيجتمعوا الضباط الاحرار في مجلس الامه. عندنا كانوا بيبعتوا ياخدوا سمين من عندنا وهم بيعملوا. طبعا ما انت هنا. انت بادي من ايام الملك فاروق فاكيد مر عليك بقى ده كله. الفنانين عموما كانوا بيجوا لك بكثره يعني. ايوه ايوه. مين شخصيات تاني بقى غير الفنانين زي الملك فاروق كده؟ لما عاوز كان اسمه ايه وجه جمال عبد الناصر وانور السادات. انور السادات كانوا بيجوا؟ لا كانوا بيبعتوا ياخدوا مخفف. بيجوا طبعا. بيجي ياكل يعني. السفير الامريكي اللي هو قبل الباترسون
اللي كان بيتكلم عربي ده وكان بيحب الاكل المصري. انا على طول كنت رايح مرة كان واحدة كان بينزل موالد كمان. لا هو الراجل بصراحة محب المصري قوي ومحب الاكلات الشعبية بتاعت مصر. كان بيقدر مرتين في الشهر لازم ياكل من عند الحاج بحة. طب انت مع التطور الوقت ده ازاي ما هو اصل دي صنعة طبعا. يعني مش اي حد بيعمل لحمة راس ومش اي حد بيعمل لحمة راس كده. أيوه. والطعم ده والممبار اللي انا هاكله دلوقتي ربنا ان شاء الله. لا هو انتوا حاطين فلفل كتير؟ لا تشيل الممبار مش شيل الفلفل الاخضر مش محشي. مش من بره مش محشي. طيب فلفل. حلو قوي. انا بموت في الممبار. هيعجبك هيعجبك هيعجبوا لك البيت. ايه يا حبيبي يا حبيبي ده انت ده انا اتبارك والله ده انا يعني زادني شرف لما شفتك يا حبيب قلبي ربنا يخليك يا حبيبي بحبك يعني انت عمده كبير الله يخليك يعني انت دلوقتي عامل زي كنتاكي ده الاخ كنتاكي بس هو يعني لا مشهور بقى عند الخواجات لا وخواجه بس انت يعني برضو المعلم بتاعنا والعمده بتاعنا يعني الله يسلمك انا اسمي مصطفى مصطفى محمود يعني بقى في ناس تيجي تقول لي اسمه مصطفى ده اسم النبي يعني خليك ماشي قال له ماشي خليك حلو خليك حنين طب بحة جايه منين؟ دي جدي ابو ابويا يعني. كان من بلد اسمها في بني سويف بوش كان تاجر مواشي كان بيجيب مواشي المجمع عندنا فسكن في المجمع وخلف ابويا وامامي في المتبع يعني لغايه ما اتكل على الله بس انا ما شفتوش. يعني كان زمان فهو السبب في ان الاسم بقى بحة. بحة يعني الشيء المميز مثلا يقول لك المطرب ده صوته فيه بحة مميز الشيء المميز في الاكل. حبيت اطلعه في البطاقه. قال لي تكتب مصطفى سجل بحة. كل الناس ما تعرفش مصطفى محمود مصطفى بحة. يروح عند هات من بحة هات من بحة يعني بس ما كتبتوش في البطاقة ما قال تصور وتعمل مش عارف هو الحجم لا انت مش ناقص يعني هو كفايه الناس عارفه مصطفى يعني دلوقتي محمود بحة انت طب اكتبها انت يا محمود هنعملها ان شاء الله باذن الله اراد ربنا انتوا بقى بتورثوا المهنه لاولادكم طبعا انا ابني في الاجازه بينزل معايا مش هتروحوا انتوا مش عاوزين يعني انتوا عددكم كبير بس انا شايفه ان انتوا في اماكن لازم تنتشروا فيها اكتر يعني اطلعوا بقى على مثلا 6 اكتوبر على شرم الشيخ ضروري يعني احنا عندنا اكل مش موجود في بلاد تانية ما انا هقول لحضرتك لازم يبقى له زبون والخواجه برضه زي ما انا عند اهالينا قالوا ايه الشيخ البعيد سر رباته انت لما هتجيلي من اكتوبر لو انا رحت لك اكتوبر هتلاقيني عندك كل يوم ده أيوة مش ميزة قول يا محمود انا معاك يا حبيبي مش قادره انما ما تيجي مشوار عشان الحاج بحة ما تيجي المكان وتدوقي طعم هتحس ان مشوار يستاهل انا اتعرض عليا في الامارات والحاج رفض والحاج رفض ان حد فينا يخرج بره لا طب احنا نكفي مكاننا يعني سيعوا الزبائن اللي هنا وكفوا الزبائن هنا وبعد كده نروح هنا ما بنقفلش احنا 24 ساعه ليل ونهار زبائن تيجي بالليل وبالنهار يعني ما بنقفلش المحلات كم زبون تقريبا في المحلات كلها؟ لا زبائن كتير في اليوم يعني الكثافة شكلها لا ايه؟ لا لا هتقولي ولفات لا ما طب انت بتقول لي 24 ساعة يعني محنته ان في ناس بتاكل الصبح 24 ساعة الموظفين تفطر الوزارات كلها حواليا تفطر ايوه وشوربة بدل ما كنا بنشوف الموظف يخش في الافلام يقول له سندوتشين فول وطعمية بيقول له حاجة بيتصل بالحاج بحة وعايز شوربة ابعت لي كوبايات شوربة ده اساس الشوربة انا سعيدة قوي بوجودك يا حاج بحة الحقيقة ان انا يعني نفسي تحكي لي قصة حياتك الحمد لله من الاول للاخر بس ما ايه انا هسمع يا محمود لا اسمع حضرتك اتفضلي دوق الممبار بتاعنا انا دقت الممبار دوق ايه بقى لاي حاجه دوق ده اللسان بقى يا جماعه ده ايه بقى ده اللسان ده يعجبك قوي خفيف هات يا عم شوكه ايه اتفضلي هيعجبك هيعجبك لا بجد اكلنا مختلف اكلنا حلو يا جماعه مصر فيها اكل حلو قوي الحمد لله الحمد لله اتفضلوا معانا يا حبايبي نورتنا يا حبيبي انا فرحان شفتك انا فرحانه قوي ان شفتك انا ومعدتي وقلبي كلنا فرحانين الله يخليك انا شفتك دي النيفه بتتغمس حضرتك دي النيفه نهار ابيض لا دي جميله انا البرنامج ده هطلع منه انا عايز اجيب لحضرتك الحمد لله ان انا لابسه عباية ما حدش يكشف الحمد لله الكوارث اللي بتحصل فيا
لا مفيش حاجة إن شاء الله. محمود. إيه يا باشا؟ اتفضلي. إيه دي يا محمود؟ دي حتة لحمة كده صغيرة، دوقيها هتعجبك أوي. الله. حلوة أوي محمود، أنا خدت دي. هتعجبك، هتعجبك.